يا محبوبي محمد يا محبوبي محبوبي يا محبوبي محمد يا محبوبي رسول الله كأنك تنظر إليه وتراه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محاسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، صيامه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى من صام وأقدر من طبق ما أنزل الله عليه من وحي، وكان يصوم أياما بعينها من الأسبوع أو الشهر أو السنة، ومن ذلك صيام الاثنين والخميس. وقد أخرج الإمام مسلم في الصيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في صوم شعبان. أخرجه البخاري في باب الصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الشيخان. وليس المقصود من الصوم مجرد الإمساك عن الطعام والشراب فقط، بل ينبغي الإمساك عن المحرمات ونحو ذلك من قبيح الأعمال. وفي حديث آخر: الصوم جنة ما لم يخرقها بكذب أو غيبة. أخرجه النسائي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد يا